الى اللقاء الرياض، الى اللقاء. بيتنا وينه؟ شوفوا ام المظلوم تغسل الحوش الظاهر. الله لكم وحشه ثانك يو، يقهونكم. ما وحشوكم ذولا ولا لا؟ عطنا قهوه. اوكي صبوا لي من الكيفر، هو من الدله والبنه الاشقريده والراس فنجان. يا اخوان ما وحشوكم المضيفين، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو ثانك يو. كم الله بالخير والرضا والنعيم يا اخوان اخوات خير، وما نبدا فيه مع هذا الصباح الجميل والجو اللطيف. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اصبحنا واصبح الملك لله، صلوا على رسول الهدى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا فطورنا في هالمكان الزين والشرح، مبسوطين ومعينين من الله خير في هالاكواخ. اخيرا لقينا جد هايدي يا اخي، واحشني. شلونك وينك؟ والله انك فقده. شفتوا الكلام الطيب والاحترام، هو اللي حبب في الناس سواء مسلم ولا هو وغير مسلم. والله تراه انه يعزمني من اليوم. ها وين؟ نيام 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 يا حليل. والله اني حبيته. والله وحشني يا جد هايدي يا اخي. يوسف يعرف يوسف؟ يوسف. يوسف ابو خرسانة يذكرك. بس اسمع جد هايدي، فكنا من عجيزكم ذي، تراها مغر تبربر علينا الليل والنهار، اشغلتنا. اي والله حنا ندورك، والله حنا ندورك من يوم جينا. اسمع يا جد هايدي، فكنا من المره ذي، تراها اشغلتنا. والله انا هي علامها معصبه، شكلها تقصد لها ناس وما عطوها القصد وزعلت. هي تقصد بطاقات سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت الحلال فلوس تروح وتجي. يا جد جد هايدي عيمنا الله خير. يا جد هايدي قلها تركد. اليوم قهوتك على حساب. يمشي امشي امشي. بسم الله وتوكلنا على الله. هالأمة اللي قبل شوي وهذه بنيتها، انا تعجبنا البنت اللي تعاون امها، انا تسوي لنا اللاتيه، وهذه بنتها الكبيره وذي الصغيره يعلمونها على الطبخ والنفخ. الله يخلي لك بناتك. وات بريد كردي اوكرانيس جود كرونيس جود جود. ايه تعال يا جد هايدي، فكنا من حرمتك. تعال تعال. ابكى هذا الظهر جد هايدي خاف من حريمه. انت وراك خفت منها، خليك مثل ابوي ما شاء الله ما يخاف من الحرمه. لا زعلت، قالت بين بيت اهل تروح. الله يبيض وجهك انت وبناتك، ما قصرت. ايوه حليل بنيه حليله، عانوا معلمين بنيتهم كيف تسوي القهوه. يلا يلا خلنا انت قهوه سوا. هاي انت لعب فيك الملبورو، تراه يلعب في رئتك. ابو سعاد ام سعاد ما شافتك، وش عندك هنا؟ والله عازم على قهوه. عازم من؟ عازم سعاد، وتجي الحين تقهون وياها. ما شاء الله تبارك الله. بس لا تصورنا بالكلام يشارك، انت تتورط للتصوير. ابعد عنه وراك ابعد. ايه هذا ابو سعاد، وهذا سويكت. سويكت جد هايدي جد نيم نيم سويكت. فلاديمير سويكت سويكت سويكت. سويكت. ايه سويكت سويكت. ابو سعاد ابو سعاد. عمت سويكت عمت سويكت. نو نو يس يس نو. عمت سويكت عمت سويكت عمت سويكت عمت سويكت. خلاص حقد سويكت. ابو سعاد عن الرمح. ابو سعاد خنت وش جاك يا ولد؟ كانك طالع من قبر وداخلنا الجنه. جنة الدنيا يا فيحان، جنة الدنيا. اي والله جنة الدنيا يا اخوي. شو الاجواء؟ ترى رشت مطر، وترى شمس تطلع شمس ورشت مطر. اني خاب. حاسب عنه والله ما تدفع. اخي ترى فيهم كرم والله. هذا هذا اذا حبوك المعامله الطيبه. ترى المعامله الطيبه هي اللي تجيب الناس. وحبوك اقسم بالله شوف حبني حب يا زقينة سلج وديه يا حليله. الله يستر عليها، الله يزوجك بالقريب العاجل، يزوجك واحد معه.
فلوس ويجيب لك ثلاث عاملات ويسفر كل مكان تبينه ويجيب لك بيت. هذه ما ودك انها تشتري. انا لو والله يفكني من ذيك عانها ها عصبت يقول على حسابي. طب كنت علامه علينا انت. لا قالت انت طيبين. ما جد هايدي طلع يذل من حريمه يذل من حرمته. شوف يعني تواي مثلك يوم تفقد ام سعاد. خوف مدام. انت خوف تكلم هندي انت. من زوجته وانت تخاف من ام سعاد. يا اخي هم الحريمه بقول لك شغله. الحرمه ما تستغني عنها. فاحيانا لازم تخاف. تصور هناك تصور هنا. اصور الطبيعه. اصور الطبيعه. قل يلا قل كمل. انا الطبيعه ما عندي مكمل. والله اللي وهيب شاقه وجهك يا ابو سعاد. الله تقوله. اخ. يا الله بالنعيم أبكم سكن أنتك الله ما أراك يا طيب أحب الأدمي ذايا صح أنك معاقب لكن ينحب. لا والله نعم سويكت. هف بالفنجان. جد هايدي عنده إجازة ما ودنا نشغله. أوكي خرشوا خرشوا باي باي. هذا شوفوا رعين أهل الديرة يلعبون ويعلق. ها حاله يلعب الحالة روح الحالة يجي. طيب ما شاء الله. ها وكلو حنا متعلقين فيك بلشان بعمر. الحمد لله عليك تعلق فيني بالسعوديه. لا تعلق هنا تلقى يسحب عبايه امه توديه ملاهي ولا شاف امه راحت لحق وقام يفغر ويصيح. شو انا بعطيك شغله بس بعدين بقولها الحين قولها. لا 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 عزتي لك يا ابو سعاد راح يشيل الشناط. سويكت طردته العجيز من الغرفه مضيع الغرفه راقدم في غرفه ما يبله. من الضحك سويكت متبطح في غرفه ناس منبطحن وتدخل عليه العجوزه تشيك راقد ويطالبه وتشيك كذا ثم طشت هنا. بخصوص اسعار الاكواخ هذا كان كوخ الاهل فيه سريرين وفيه مطبخ صغير وفيه فيه وجلسه وعلوم طيبه واخذنا غرفتين فوق واحده فيها ثلاثه سره والثاني فيه سريرين وكل واحده بحمامه اخذنا طال عمركم تقريبا ب 330 ريال. عاد الحين بنطلع ابو كفيل بسم الله وتوكلنا على الله. مدة المشوار ساعتين ونص تقريبا. في لفيف وحاب انه يجي الموقع ذا ترى على دربك وان طالع بو كفيل بس تدخل لك مع لفة يمين ثم يجيك ازفلت شوي مكسر وبعدين تدخل لك ردمية زي امس وبعدين عاد تجي للموقع ذا. بنزل لكم الموقع هنا وبعدين كرتهم. ويفضل انكم تاخذون الاكواخ اللي على البحيرة ترى جوها نار. حنا جينا لقيناها زحمة. فاللي يبغى الهدوء والوناس ويبغى يستكن ابدا الاكواخ ذي صاده كذلك ما فيها عرب اساسا كلهم اجانب. هذا اللونج حقهم هذه حديقه للورعين يلعبون فيها وهنا عاد اللونج حقهم فيها قهوه وفي طاولات واللي تبغاه. يا ويلنا من العجوز ذي. يا ولد مغر الطالب طردت سويكت من الغرفه. مغر الطالب وحالته حاله. مشكله اللي يحب الفلوس ترى نفسيته تصير زي كذا. عين من الله خير بنعطيس دراهمتس. اوكي هو بعطيت سكرامية بعد امسكي ها امسكي خذيها خلاص. كروشتينا يا اخي من ليلتك كلها وانت مغرت بابين علينا طفشتينا. ايه انها عمتها المضيوم لا ضيعت صحونها وجت تدورها عند ام المضيوم. سبحان الله انبسطت يوم شافت الدراهم. سبحان الله هذا النفسية التغير ذي في دراهم. هذه والله تسنها عمة المضيوم من النظارة بس محلقة بوي. عمة المضيوم شعرها طويل. ها انبسطت تحب الدراهم. أثر الدراهم هي اللي تزين نفسيتها. انا اشوفها مغر ليلها كله عاقبت كل ما شافتنا انا وسويكت امتحنتنا امتحان تلقلق علينا ما ندري وش تقول.
ابو سعاد مغاري شايل الشلاط ام سعاد ماخذه كم شنطه يا ولد؟ العائله كلها شنط، انا اللي ارتبها انا زيها. ام سعاد كم شنطه؟ ابو سعاد شوف لازم تكون قدوه العائله كلها، كفو، وتشيل اغراضهم وتزهر ضعيفات مسكينات ما يعرفون يرتبون يدبرون. اسمع، رحله ام سعاد بعد اسبوع بتروح معها الرياض؟ ابوي بروح معها. سيف العجيز معك. خلاص زانت نفسيتها، عطينا هالفلوس خلاص. زوينها زوينها، تسنها باربي، تسنها اللعبة، مطلعينها من كرتون، الله يستر عليها. يا не понимаю, что спать хочешь? Что он говорит? يقول لي تقومها من النوم. يا не понимаю. علمها. Он злой, здравствуйте. Что? Ему обидно, почему разбудила. А, потому что мы же договорились с тобой, что этот номер надо освободить, чтобы он шел в тот. Я вас прекрасно понимаю, но он не в курсе, он не знает. А мне девушка приходит и говорит, надо убирать этот номер. Свекет ما يدري ايش السالفه، تدري سويكت راقد في غرفه ناس ودخلت عليه وطردته. وش تبي؟ الله يرزقك بوحدة بمثلها. لا يا ولد ذي، هذه والله اللي تصلي فيني شرق ذي. يلا باي، هذه والله انها لجودية احلى تسحللة. ليت والله البنيت مثلتس. خلاص يا بنت الحلال، اخذت درهمت، يلا باي. والله انك سحبيبة تبين اجد. عاد نبغى نصورها مع الطبيعة ويجي عند العمدان والمواصير. وينها لونها حرمة؟ ام سعاد وين لك؟ ضاعت في الغابة. لا موجودة تيتم عليك اليوم دوري، قلت لا تهجين فكينا منك تضيعين في ابن ابلش عنا. امزي بس سعاد اشغلتنا شنطة شاحننا. وينه شاحن؟ من شاحن؟ ام سعاد وينه؟ ما ادري عنه. هات يا اخوي خلي عام تشحن جوالك. وانا ما ادري عن شاحن ام سعاد. الشنطه انت اخوي اشتر لها شاحن يا ولد. اثر اذا تزوجت زوجتك لا ضاع لها شيء، تروح الدوره، تروح الدوره، تروح تجيب، يمكن تشريه بعد تدفع على مبلغ. بس انسان عندك جيبه يا اخوي، ما لنا فاضي. شوف والله اربع بطاقات. وشي اربع بطاقات اشيلها معي غير امشي لحالي. يا حظك يا سويك. ليه يا حظه؟ معين من الله خير. هلا نادت نادت ام سعاد يا ابو راح اشيل الشنط. انت وين عاقبت سويكت؟ انت وش تبين في الضعيف ذا؟ يوم النس عاقبتي هالليل والنهار، هو مفتك من عمه سويكت وطلعتي له انت. من هو؟ انت خليها، وش تبين؟ اللي تبينه عندي. الحين بنخلي خياتي يصورن في السياره ويسوقنها ويجن. يقول انت مثل عمه سويكت، عمته مصليه في شرق مغربلته، بس انت بيضه وعمه سويكت لا لافعتها شمس. جوجو من بيركب؟ انا من يلا سوق الثنتين. يلا سوق، روحي قدام بسرعه. تنتبهي الطايرين العمدان اللي قدام. يلا روحي سوق وخذوا لفه وتعالوا. يلا صوروا بالكشف. نسيت؟ اي نفس. اضغطي فرامل. هذا بنزين. يا ويلي ويلاه، شكل سب الطايرين الاشجار اللي قدام. استرعت المكياج بتسوق، لا تصدم. خلني بوقف هنا، لا حسيت انها مدحدره جيت في وجه السياره. برمل. وشو؟ خرشينك البنات. والله ابغاها نتونسها. كم شمشمش انا ورانا ثلاثة خط. امشي كيف؟ خلينا نركب لنا الباص بس. خلهن الباص صورت انه تركبين بس. خلهن نتونسن في الباص. انت راكبة عند الباص؟ انا ماني مسؤولة. تنزل. طيب انت علمني وش السوق؟ اللي سوق انزل. انزل. لا 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 تضغطي
انزل انزل انزل. لا 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 تضغط طيب فرامل انزلي. طب البي يعني يمشي؟ البي لا ما يمشي. انزل انت بتحولين فينا الظاهر في البحيره. انزلي واحده واحده لفيت. ما في اكبر مني من سبق لبق صح؟ صح من سبق لبق والله من سبق لبق من سبق لبق ماني مسؤول. انا اكبر منها وقومي. في حال مين اللي ركب اول؟ مين قال لك تركبين قدام؟ خلاص واحده واحده يا ويلي ولا ما الوم ابو السعاد. ابو السعاد والله ما الومك والله. عاد العلوي والله اني علمتك قلت لك يا ولد العائله خل يلا روح ابو هشبول مشانا خل يقعد يسوي لا ما جت رعيت اللمبات يو انا وراك ويلك ولا عاد انا بمسك الطريق هذه حقت الصغار صوري الساكته ناخذ به اللفه لفه انت جول هنا انا اكثر لفه يلا انت اكثر لفه يلا انت اصغر وحده يلا تستاهلين انا هتصورني مبسوطه يلا والله بنفقدس والله فمان الله شكلها بتزوجني بنيتها الله يستر عليك والله اهل مضيون بيزوجوني من بنات اخيهم بعدين عاد نشوف لجيناكم اوكرانيا يمكن ناخذ لنا اوكرانيه يلا هسويك تقفل الكوخ وامش بسم الله وتوكلنا على الله المعزز حقي رعيت اللمبات رعيت اللمبات صوري الهورس يعني ذولا ريفيين الديار اللي تطلب غلاها الى ابو كفيل والحافظ الله بسم الله وتوكلنا على الله يبغالنا 3 ساعات عشان نوصل والطريق خط واحد واحيانا نكون مكسر طبينا في ديرة شوارعها كلها مكسرة مطانيج وخلوح فرن والله قوية الله يستر بس بحيرة خابرها قبل أسبوعين زد مريتها على طريق البوكفيل قلت خلنا بمرها وخليها لي تكون فيها بربع ساعة وبعدين بنمشي يا سويكت عن المزون عانها قربت قدامنا بتمطر بإذن الله جايك الخير يا سويكت جايك هنا عند المحطة ترى في أمطار قدام في بحيرة أنت راعي اللمبات لا تنزل في المحطة إن نزلت فالبقالة أخذت ساعة اركب أنت وش تبين أنا أجيب لك طيب أرسلي يلا أرسلي لا وقفنا عند محطة أعرف أننا بناخذ ساعة في المحطة يا سويك تخلص علينا يا سويك وخلي البنات يطلعن بسرعة بنمشي ورانا مسرة أبو سعاد جايب لهم سعاد قهوة اسبرس يورد لها مع الدريشة يا شعيب هنا بكشت أهلي فيه بس انتظرهم يجون وقفن عند البقالة هالبنات واخذن ساعة لا والله جو هم الفان اللي ورها هذا أبو نور تشوفونه احنا بنعكف يسار بسم الله انت وقف اهلي وراك هذا جايين طاير ذا لا يصدمهم نبي نكشت هنا ونقيل شوي ابو نص ساعه كذا تعالي رعيت اللمبات شوف الشعيب ما شاء الله تبارك الله تعالي صوريه تحت الفية يقولون ام سعاد خايف تمنع القواريس وينهم سعاد بالله عليك ابو سعاد الشعيب ذا ممتد لوين اللفيف لفيف اللي جيناه بالله كيف ما وديكم اماكن حلوه نحب نستكشف حنا ونشوف ايش عندهم ما عندهم طق حليوه تجلس فيها ساعه انت واهلك ولا انت واللي معك اسمها دولينا على طريق بوكافيل وتلقى لها لفة صاد شوي ما هي معروفة شعب ودود والله العظيم شف قلنا ممكن نجربها بنصيد والله عبا حط فيها طعم دود ثم قال يلا احذفها هناك واموره طيبة شوف يشرح له وخر يلا 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 رح أخذنا في الديرة هذي يمكن 20 دقيقة وعنا بنمشي الحين يم المضيوم
كورونا اوكرانيا ما هي بكورونا الله يبعدها عنا. وش تبين فيها؟ ما تبي تشوف الدنيا الخضراء فيها؟ ما فيها الا حريم من مفرعات، وش تبين فيهن؟ لا والله عز الله فرعات ما فيه، انا بلبس نقابي ومتحسبه ما لي منها. وفيه كنايس، تبين تدخلين الكنيسه؟ لا والله ان شاء الله ما ادخلها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما وشو؟ اجواء جميله ورايقه. يا خرشو خرشو دوبرا دوبرا سلام نظر لعيون الحلوين هلا ابو كفيل والحافظ الله. وقفنا جنب الخط نبي ناخذ فراوله من مزارعهم. شكله يهول ورني اللي من مزارعهم الفراوله. الموضوع رعيت اللمبات يا حليل عجزهم عنهم يبيعون من الفراوله يحصدون من مزارعهم ويبيعون. مسات الله بالخير يا خاله. سنها تمطر الهورس الهورس يحصدون على عربتهم بالهورس بالحصان قصدي ما هو بالهورس. اخذنا كيلو فراوله تشوفونه اخذناه ب 14 ريال الله يرزقهم ان شاء الله. الأم شلون شالت ولدها، الأم ما في مثلها سبحان الله. بعض العيال الأم تربيه تربيه لين يصير رجال وبعدها يصير عاقم فيها. انتبهوا لأمهاتكم وخلوكم عندهم والله ما في مثل الأم. يلا الله يرزقتن. قال يا سويك تولى انطرب جعل ما ينطرب غيرك انطرب. جينا عند بدو اوه عن التيوس حقتهم ما شاء الله تبارك الله. البقرة عندهم ما شاء الله لقيت ان الربيع تعلف والتيوس هذول. اهلو كيف حالك؟ كويس. هذول بدو بعيالهم شوفها رايحين يردون البهم والبقر. شلالات على مد النظر والله ان الديره ذي كل شويه تخلي قريه وادخل فيها واجلس اصور. حتى دجاجهم لاقينا العيشه والخضار ما شاء الله تبارك الله. سرينا سرينا يا عزوتي سرينا. حتى دجاجهم تقول ورعنا ابو سنتين يكبها وين. اوه ايها الشلالات على مد النظر يا سويكت سرينا يا سويكت سرينا. صفت الجيوب ياخذون فيك رحله يطلعون لك فوق البوكفيل ويدونك الضلعان والى اخره تنبسط. المنطقه ذي قبل بوكفيل ضروري تجونه حلوه للعوائل. في نهر وفي حريم يبسطن. اليوم الجو مشمس لو انه غيم اوه يطلع الجو تب التب. سكه طويله والبرارق فار والدار تشكي من جفا الزوار والليل عتمة والأمان قصار يا معين اللي عينه متنام سكة طويلة. شوي بذا يبيع حوايج وعصفر ومره وخوة جوه ولهوم وصعوط المجانين. هذا الظاهر انها عشبة شايفة عند عمة سويكت بس مدري وشي. الظاهر انها لهوم بس تخلطها على شيء ثاني مدري وشو. لا تطلع بو كفيل جيب اهلك هنا خلهم يتمشون. حتى انا السيسي الصغير ورعك من ذيك ركبه مع الجوديه وخل السيسي يسج فيه ورا. الجوديه هذي تبي تسج في سويكت ها تركبه ولا طفشان منه في دورات عويضه. الله يرزقك ان شاء الله. يلا يا سويكت تركبه ما عندك اي مشكله لو انها السودان اللي في دورات عويضه طردته. هذول يضحكون احسب انهم منه وفينا عرفوني وش اقول. تقول هذا ما يركب تقول بعدين يطلع حمار دورين ما تبغى تركبك. ثانك يو. لا يفوتكم المكان ذا قبل بوكفيل ترى بينك بوكفيل عانها فوق ها وحنا حدر. يا حليلها والله تسنها جدتي زيمه هذي. انا تبيع حوايج وتبيع ابهار وتبيع شيء للحريم والظاهر اعشاب هذه والله انها تسنها جدتي زيمه الله يشفيها وي عافيها. سويكت حلها يحسبها جدته ها هلت العبرات سويكت.
اخذنا منها لهوم نبه للسويكت اخذنا لك لهوم عدو ادنو والله تسنها جدتي زيمه الله يشفيها ويعافيها يا حلالها تسنها من العجز اللي بيعين في حجاب عرفت كبره الحريم تسنها اي والله جيده مجودتن فلوسها يلا فمان الله شكرا الجوديه ذي تبيع اكسسوارات والله ودنا نتقضى منت مير ما صرفنا كاش هذا اللي يبغى هدايا واسعارهم والله انها جيده لو خياتك البنات اخيك لعيالك حتى اللعبي فيه عزله بسطه طيبه والدلريع موجوده عندهم والحذيان هذا تسنه سوق شعبي هو سوق شعبي عندهم اساسا الجوديه هذي تبيع دلريع مسات الله بالخير شلونك هاي يا زقين تسقينا بكم الدلريع ذي هاو ماتش ذس تقول تعال لا هذا ما نبغاه نبغى الدلريع ذي مشعه والد وجايبت له بنيه صغيره ونبغى لها واحد سمول بيبي 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 يس هذه الظاهر ما تهرج الظاهر سويكت ظاهر زيك شو ما تتكلم يقطع لي ذا عيشتن عندهم الله ما ادري وش ذي جبن ايه يبيعونها بالكيلو الجبن سوق شعبي اوكراني يبسطون ويبيعون معيني من الله خير وميزته يقولون ان النهر حدر تحت يعني تقدر تنزل تسوق وتنزل للنهر لا ننزل النهر استقبلنا هالطيب ذا بنزل للنهر شوي اي والله النهر تحت الظاهر فيه انشطه وفعاليات جوه خلنا ننزل ونشوف الشلالات حدر نبي ننزل والله انه سوق انت سبير مو هو بطالي اللي ذابح هالبرد في بوكافيل يجي تقضى من هنا شوفوا ها ملابس شتويه واشكال ما ادري شلون جايه هذه القفازات الورعات نعال عشان البرد وما البرد ننزل حدر الوادي تحت تسمعون صوت الشلالات هنا سوف أسكت كثيرا لروعة هذا المنظر أبو سعاد يا أبو سعاد لا تبي في الوادي يا أبو سعاد طفشان من الدنيا أبو سعاد خلينا تجي أم سعاد من ورا الدفة يا ستار يا ستار يا ستار أبو سعاد عانه نازل في الوادي أبو سعاد علامك ورات سنك مضيف أبو سعاد تاركن أم سعاد تقضى جوا ونازل عند الوادي يا روعة المكان هنا سوف أسكت مهب كثيرا ألا عشر كثيرات حلو المطعم ذا شوفوا جاي وين جاي يم النهر شي خرافي صراحة مكان رايق أنصحكم تزورونه تاخذون فيه لفتين كافي مطل يا ويلي الفيو يا ويلي نار 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 الفيو نار نار يو الله يرزقنا الجنة بس حليل الوراع يصور أمه عز الله الوراع الوليدة أبو سعاد علامك أبو سعاد علامك أنت رح العب مع الورعين رح يلا أنت ولد دقيقة ويت يلا 1 2 3 اكشن انت وراعت ما شاء الله جالسين يم الشعيب تعال قرب يا سويك تعال لا اله الا الله يا رب عفوك وسترك ما شاء الله تبارك الله شف 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 اوهو يا برد المبردة ما شاء الله تبارك الله
السعاد علامك ابو السعاد. مبسوط دايم يا رب. ياه يا ربي يا ربي. اوهو هنا سوف اسكت 4 ثواني بحضرة سويكت. نبغى القهوة اللي هنا، اطلالة القهوة شيء خرافي بس مسكر الان. الله برزق ما لحد فيه منا ينسي المحتاج وش كان محتاج. الى ابو كفيل قمة الجبل. شوفوا شوفوا شوف السيول، شوف الشعبان. بس للمرة الثانية امسك الطريق ذا. الثور انا هنا قز في الخط. ابو كفار ادزل انت وش جايب في الخط. انقلع ابو كثيران طلعت علينا في الخط. اوهو الله يستر لا يطلع لنا ثور. والشمس ساكت في عينه حين اطير لي ثور ثم اروح اجيب العيد في نفسي. احنا في منتصف طريق بوكافيل، وقفنا على جنب عشان الاهل يتغدون في ذا المطعم، مطعم مختص بالبيتزا على طريق بوكافيل. هذا المطعم اللي يبيع البيتزا. والله العيال جوعانين. كيف مسكت الخط؟ ها سويكت تعبان. يلا هذا مطعم كويس بالعافية. أبو ذي مطعم البيت. وصلنا أبو كفيل اللهم لك الحمد، بس باقي ناخذ الأكواخ نشوف لنا كوخ طيب وبنسكن فيه. بس الأجواء باردة جدا في أبو كفيل. يا الله يا السعوديين والخليجيين كثروا هنا ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيكم ما شاء الله. الأكواخ اللي تشوفونها ذي كلها خليجيين السعوديين ما شاء الله تبارك الله. عاد الان اخر الليل بنطلع الكوخنا. شيء مو معقول، ابو كفيل مولعه. والله انا جالسين ندور حجز ما حصلنا، على اساس انه بلقى، بس ما شاء الله ما توقعت انها بتكون مزحومه بالخليجين هالقد. فلازلنا والله ندور، ذي كلها اللي فوق كلها مليانه مليانه مليانه. الله يسهل الامور ان شاء الله. التعب مليون والله. اني جلدت المرسيدس بالخطوط في اوكرانيا جلد مو طبيعي. إنها أبو كفيل يا سادة. أوه ألعاب نارية. 5 غرف للأهل، وهذه أحد الغرف اللي من الخمسة، بحمامها بدرجة بتلفزيونات. أنا اللي يهمني البلكونة بس للأمانة أستمتع إذا في بلكونة. هذه البلكونة يا وكل برد البرد والله موت برد. أبى أنزل لكم درجة الحرارة. توقعون كم أخذناها الغرف دي بسرعة. الأكواخ والفنادق في أبو كفيل لازم تسحب شنطتك، ما عندهم خدمة. كذلك الظاهر يحاسبونك على تنظيف الغرفة. يلا يلا يلا, يلا دفي شنطات صدري تعابة يا وخياتة. عاد وش تسوي؟ هذا السفر لابد. أبو سعاد من اليوم جايك النوم تبي تنام، وش منزلك؟ ليه؟ طلع جيب اشراهن ما قلت شيء. اطلع تمشي تصورني على الدخله وطلع. يا ويلي بشيل شلاط ام سعاد من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا الى فوق. وش تبي انت؟ ابغى الواي فاي. من اللي يبغاه؟ يا اخي ليتني زوجتك يا اخي. والله تجيب الواي فاي في جد زوج اللي تموت عليه. ما شاء الله سويكت ايش عندك سويكت؟ ما طبيعي سويكت. ايه ما ادري ايش جاي هو. لا هو يتبوس من اليوم. ايه شايف له شوف. اها يا سويكت راح الغرفاتك. راح مش الغرفات كمش. خليه ينام بشغلته. نام عند العرب هنا في اللوبي. قم سويك نام فوق. نام. انا اعرف له انت توخن عنه. تعرف له هو ما تدري هو ايش ليه نايم هنا. سعاد بنروح انا وسويكت خدمه بس. ايش تبي؟ مش تعال شيل معدة. بنروح انا وسويكت. تمشي سويك تمشي. والله ما تروح اذا تدري. يا ابوي مشكلتك مشكلتك جايب اهلك. شيل شنطهم. الاطلاله حلوه صح. الاطلاله بس عاد اسحب على الشنطه.
طب امشي معنا مش خلى الشنطة تبن. وش فيها الشنطة؟ فيها ذهب، فيها فلوس، ما فيها شيء. يا ويلة من ابو سعاد. انبسط يا ابو سعاد، انبسط بس وعلي من الله خير. خلى الدنيت طلعنا يا اخو، طلعها ام سعاد صفرت مع البلكونه. قول بروح البقاله مطعم بخاله بس. الرف اللي قبل شوي شفتوها ب 160 ريال، واخذنا ذي للشباب احنا. هذه غرفه الصغيره المتواضعه، اهم شيء عند البلكونه. بس هنا البلكونه افضل من بلكونه الغرف اللي شفتوها قبل شوي. شوفون عاد لا قمت الصبح تشوف كيف الأجواء.